السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، هل تعلم، هذا هو العنوان، هل تعلم أن رؤيتك قد تحسد؟ الرؤية، المنام ممكن يتحسد؟ أيوة. الأصل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا لا تقص إلا على عالم أو شخص تحبه. ليه؟ علشان ما تحسدش. وهذا جاء في الحديث، بل جاء في آية، في آية صريحة في قصة سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال لابنه يوسف عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليه؟ فيكيد لك كيدا. طبعا قصة سيدنا يوسف، أنا لست بصدد الكلام عن قصة سيدنا يوسف، كلنا حافظينها، والبير وكانوا عايزين يقتلوه إلى آخر القصة. طيب تعال بقى، مثلا لو قصصت رؤيتك على شخص مش حاسد، جاهل، إيه اللي هيحصل لك؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ قال علماء تفسير الأحلام أن هذه المسألة تنقسم على رأيين لا ثالث لهما. يبقى أنا كده خلصتك من قضية اوعى تقص رؤيتك على شخص حاسد، بالتالي اوعى تقص رؤيتك على شخص جاهل. طب أنا لو رحت لواحد جاهل ما بيعرفش قواعد التفسير، وللأسف الشديد كتير ممن ينتسبون إلى تفسير الأحلام على قنوات اليوتيوب، أنا أقدر أقول مين اللي يصلح ومين اللي يصلح، مع أن بعض الناس ممكن تلوم عليا كده، لكن أنا بتكلم من باب أن هذا علم شرعي أنا درسته. أما من يكون عنده، يعني سبحان الله العظيم، يريد أن يكون عنده قناة مثل الناس، فينظر إلى قضية القنوات العادية ما فيهاش مشاهدات، إيه اللي بيجيب مشاهدات على اليوتيوب؟ تفسير أحلام، طب يلا نعمل تفسير أحلام بدون أن يدرس. هذا للأمانة العلمية ينبغي أن أحذر منه. أنا لا أقول أنا فقط الذي أفهم، لا، أعوذ بالله من العجب ورؤية النفس، لكن الأمانة العلمية تحتم علينا أن احنا، يعني النهاردة لما يكون في علم الطب مثلا وشايف واحد هيعمل عملية لشخص والعملية دي ممكن تقتله، ممكن تقضي على حياته، وأنا دكتور أنبه أقول ده غلط، هل ده معناه بقى أن الدكتور ده بيغير من الدكتور ده؟ لا، مش كده خالص. فانت النهاردة لو قصيت رؤيتك على واحد جاهل، ايه اللي بيحصل لك؟ علماء التفسير قالوا ايه؟ قال بعض المفسرين ان الرؤية ستقع على ما فسره، حتى لو غلط. ايوة الكلام ده على فكرة، لو واحد بقى متابعني، على فكرة الكلام ده بيناقض اللي انت قلته قديما. انا حاليا بذكر لك اقوال العلماء، اما اختياري انا ذكرته، تمام؟ عشان ما حدش يعلق علينا. فقال بعض العلماء أن الرؤية تقع على ما فسرها هذا الجاهل الذي تعرض في تفسير الرؤية، أو الجاهلة التي لا تفقه شيئا وعملت لها قناة على اليوتيوب، بدأت طبيخ وبتروي الأنتريه وفجأة تفسير أحلام بدون أي علم، وتسألها والله ده، يعني اسألوا أي حد من الجماعة دول، والله ده أنا بقالي 15 سنة بفسر أحلام ودي موهبة ونميتها. وتفسير الأحلام على فكرة ما هوش موهبة، والله ما هو موهبة، ده علم. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ما قالش وينمي موهبتك في تأويل الأحاديث. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقص رؤياك إلا على عالم. ما قالش لا تقص رؤياك على صاحب موهبة. الموهبة إمتى تيجي؟ بعد العلم، بعد العلم، بعد ما ادرس، هنا اكتسب خبرة، هي دي الموهبة. فلا مانع من وجود الموهبة بعد العلم، انما الموهبة قبل العلم مفيش الكلام ده، ده واحد بيقول اي كلام. فقالوا ان الانسان الجاهل اللي انت هتديله رؤيتك عشان يفسرها هتقع على ما يقوله حتى ولو خطأ. واستدلوا بحديث، هم ده فهمهم الحديث،
أن الرؤية إذا عبرت وقعت. وقالوا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا فسرت الرؤية، لما قال أن الرؤية معلقة برجل طائر إذا عبرت وقعت، ما قالش ولم يشترط في تعبيرها على الوجه الصحيح. يعني هو بيقول الحديث بيقول إيه؟ أن الرؤية معلقة، فيما معناه أن الرؤية معلقة برجل طائر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إذا عبرت صحيحة ستقع، ما قالش، هو قال إذا عبرت مجملة عامة. إذا لو فسرت الرؤية خطأ على رأي هؤلاء، وهذا رأي معتبر على فكرة، لو فكرت فيه بعقلك تلاقي الكلام مظبوط. الرؤية معلقة برجل طائر، إذا عبرت وقعت. وقال آخرون لن تقع الرؤية إلا على معناها الصحيح، وأما التعبير الخاطئ الذي تسبب فيه هو صاحب الرؤية أنه لم يتحرى من يفسر له رؤيته، وبالتالي هيكون فيه هنا تعب للنفس، تعب نفسي للرأي، لأن انت رحت لواحد جاهل هيديك معلومة تعكنن عليك حياتك، تصيبك بالاكتئاب وبالخوف وبالحزن إلى آخر هذه الأمور، ومعها شديد الأسف. فأنت عندك حاجتين اتنين تطلع بهم من الفيديو ده. أول حاجة ما تحكيش رؤيتك لحاسد، تاني حاجة ما تحكيش رؤيتك لجاهل، وابحث عمن يفسر الأحلام بالقواعد العلمية الشرعية. تظلونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.